أحبتي المتابعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرنا أن يكون معنا في هذه اللحظات الأستاذ يحيى محمد الأمير، مؤسس منتدى جيزان ثقافة وأدب. يلا حيا الأستاذ يحيى، مرحبا. السلام وتبقى. شكرا لك أستاذ فيصل، الإعلامي المشهور لهارون فيصل الهارون، شكرا لك. الله يحييكم أستاذ يحيى. يعني ودنا تعطينا نبذة، كيف وجدت المنتزهات في هاروب؟ يعني ما هو أفضل مكان؟ وكيف وجدت يعني الأماكن؟ هل هي يعني تحتاج إنه الزوار يجوها وكذا؟ هاروب منطقة جميلة وسميت سحر الجنوب، منطقة ساحرة بجمالها بوديانها بمنتزهاتها بناسها بأهلها، كل شيء في هاروب جميل. منتزهات في هاروب الرحيين جميل، منتزه منجد أيضا منتزه جميل، الأندية في هاروب ساحرة تستهوي الزوار، من زارها مرة سيأتيها ألف مرة. هذا ما اعتدنا وعرفنا على أندية هاروب ومنتزهاتها، بذات وادي الرزان هذا مشهور على مستوى المملكة وعلى مستوى الخليج. وتوقع أن كثير من خارج المملكة أيضا زاروا هذا الوادي الجميل، ولا ننسى أيضا وادي الغمار ووساع، أودية كلها جميلة. يعني شهادتي فيها أنا مجروحة من كثر ما جيت هذه الأودية ومن كثر ما زرتها. طبعا بعد كلام الأستاذ يحيى، احنا نرحب بكل زوار لمحافظة هاروب منتزهاتها ويستمتعوا بها، خاصة الأيام الماطرة والأيام اللي يكون فيها الأجواء جميلة. أستاذ يحيى، طبعا نرجع للمنتدى، منتدى جيزان، وما هي محتويات المنتدى؟ المنتدى منتدى جيزان ثقافة أدب تم تأسيسه بناء برغبات كثير من أبناء منطقة جيزان من شعراء وأدباء ومثقفين ودكاترة وعلماء وأيضا أديبات وشاعرات وفنانات وفنانين تشكيليين وفنانين عاديين غيرهم. أسس هذا المنتدى وجمع هذه الهامات والقامات من أبناء المنطقة فقط. متى تم تأسيس هذا المنتدى؟ 2019 تقريبا في شهر 8 1/8/2019 تم تأسيس هذا المنتدى. الحقيقة المنتدى احنا تابعناه، المنتدى جميل وفيه يعني كوكبة كبيرة جدا وجميلة، وأيضا يعني فيه من المثقفين وعلى رأسهم الأستاذ يحيى والأستاذ ياسر، دائما يعني ما شاء الله أحداث بأول ما شاء الله. المنتدى من مهامه إظهار وإبراز معالم المنطقة تراثيا وسياحيا، هذا الشيء الذي حرص عليه المنتدى منذ أن تم تأسيسه. أيضا فيه شعراء شعبيين وشعراء فصيح لهم الدور البارز في نشاط المنتدى في مختلف محافظات المنطقة. أيضا عندنا المتاحف، قمنا بتغطية كثير من المتاحف في بنغازي في هاروب، متاحف عدة. أيضا زرنا حتى خارج المنطقة، شاهدنا متاحف في عسير جميلة جدا ونشرنا عنها وتحدثنا عنها. حقيقة عندنا تراث في المنطقة يستهوي الجميع ويعجب الجميع أيضا، فما زار المنطقة أحد وزار متاحفها وشاهدها إلا وأعجب بها وفتن. فالمنطقة جميلة جدا بصفة عامة، منطقة جازان احتضنها البحر وشموخ الجبال أعلاها. أينما ذهبت في جازان ستجد الجمال، إن ذهبت للبحر ستجد الجمال، وإن ذهبت للجبال ستجد الجمال والكرم. وصف جميل من الأستاذ يحيى لهذه المنطقة ولهذه المحافظات، سواء سهلها أو جبالها. وفي ختام هذا اللقاء نشكر الأستاذ يحيى على هذه الدقائق التي منحنا إياها، وشاكرين للمصور الأستاذ ياسر جعفري. شكرا أستاذ ياسر. شكرا أستاذ فيصل الإعلامي المشهور في هاروب على هذا اللقاء الجميل، ونحن لنا سعداء بوجودكم معنا في منتزه منجد، هذا المنتزه الجميل. أسعدكم الله.